اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينة الرصاني اقليم الرشيدية شارع المدينة شبه فارغ في هذا الاثناء ولحظة نحر الاضاحي ديال العيد. يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف في هذا البث المباشر من مدينة الرصاني، يعني بعد صلاة العيد، أداء صلاة العيد وخطبة والخطبة ديال العيد، تكبيرات وتهليلات لفقيه المصلى أو المسجد بمدينة الرصاني، أجواء اللي هادئة حاليا في شارع المدينة، واللي الأغلبية بعد الصلاة أنهم يقوموا بنحر الأضاحي. أكيد أنه في هذه الوقيتة كيكون كل شيء يعني مشغول، ربما على حسب الأضحية أنه مثلا خداها عند شي كساب يعني يكون بعيد ولا هادي، كي يمشيو باش أنهم يجيبوا الأضحية نتاعهم أو أنهم كيوجدوها باش يتم الذبح، النحر أو الذبح. دائما نحيي متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينة الرصاني بعد الدودة العلوية الشريفة إقليم الرشيدية، أجواء اللي أجواء شبه فارغة، بعد صلاة العيد عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. متابعي قناة شوف تي في وكل ساكنة مدينة الرصاني وكل ساكنة المملكة المغربية العلوية الشريفة، هذه الأجواء بمدينة الرصاني، والشكر موصول لكريمو كريزي، وعيدك مبارك سعيد، ولكل متابعي قناة الشعب في هذا البث المباشر من مدينة الرصاني إقليم الرشيدية. هذه الأجواء بالمدينة، شارع شبه فارغ، دخولا إلى حي مولاي رشيد، حي المدرسة لنقل أحداث، حي مولاي رشيد اللي كتعتبر يعني كيتعتبر حي مولاي رشيد من الساكنة الشعبية. ونشوفوا اشنو وقع. ازقه اللي فارغه، يعني اغلب الساكنه انها تتم نحر الاضحيه نتاعها في ربما في السطاح ولا في داخل المنزل، قليل اللي كي يعني كيذبح او كينحر يعني امام المنزل.
هذه الأجواء متابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر من مدينة الريصاني إقليم الرشيدية، شارع المدينة وأزقة حي مولاي رشيد فارغة. وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله. وعيد مبارك سعيد لكل من كريمو كريزي وابراهيم السالك ولكل متابعي قناة الشعب في هذا البث المباشر من مدينة الريصاني. وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله. وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.